حقيقة يعني كلام رئيس أرامكو يمكن أن أعتبره كلام استراتيجي ومن رجل استراتيجي ينظر للمستقبل، ولكن الأسواق تتقلب وتتغير الأسعار على ضوء المعطيات الموجودة في الوقت الحاضر اللي هي تحرك سريع. يعني أنا أتفق معه تماما أنه يعني النظرة المستقبلية للنفط والطاقة بشكل عام في تزايد مستمر، ما دام أن هناك بشر موجودين يعني يعيشون في هذه الأرض، فبالتالي الحاجة إلى الطاقة يعني سوف تستمر، والحاجة إلى الطاقة الأحفورية بشكل خاص سوف تستمر، لأن يعني عدة أماكن أو عدة دول حاليا في العالم ليس يعني لها القدرة على استيعاب الطاقة المتجددة، فبالتالي اعتمادها ما زالت على الطاقة الأحفورية. يعني في تصريحاته أشار إلى أن العالم سيظل بحاجة إلى 100 مليون برميل يوميا لوقت طويل. طبعا هذا مختلف تماما عن توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع ذروة الطلب قبل 2030، وتتوقع بعد ذلك تراجع كبير للطلب على النفط. أيضا نقطة مرتبطة بها، قال أنه خطة تحول الطاقة الحالية لم تثبت نجاحها، ولابد من خطة 2.0، خطة جديدة تأخذ يعني تكون واقعية أكثر، لأنه الطلب على النفط والفحم عند مستويات قياسية ويبدو أنه سيستمر بالارتفاع. برأيك أنه خطة الطاقة الحالية أين هي مشكلتها، وما هو المطلوب في الخطة 2.0؟ أنا أعتقد المشكلة أنه يعني في الخطة التغيير الحالية هي التسارع، يعني الدول المتقدمة الاوي سي ديز يريدوا أنه يعني يكون في إسراع في عملية يعني التحول الى الطاقه النظيفه، وهذا ما يعني ما منطقي اصلا، يعني لان مثل ما انا قلت انه في عده دول في افريقيا وفي اسيا ما زالت بحاجه الى الطاقه الاحفوريه، وبالتالي التسارع او اسراع في عمليه النقل او التنقل من الطاقه الاحفوريه الى الطاقه النظيفه بالشكل اللي هو كان موجود او الخطه اللي كانت موجودة، يعني أنا أعتقد أن هي خطة غير منطقية وغير عقلانية أساسا يعني، ولكن لأهداف يعني أنا أعتقد أن هي أهداف خاصة بالدول المتقدمة وأهداف يعني سياسية أكثر منها يعني إنسانية أو 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 أو, أو, أو يعني لها علاقة بالتحول، ولكن هي كلها معطيات. أنا أعتقد أنه الخطة 2.0 مثل ما أشار إليه رئيس أرامكو هي الأقرب إلى الواقع، والتي تتحدث أنه عملية التغيير يحتاج إلى يعني كميات هائلة من الاستثمارات في 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 الطاقة النظيفة، ويعني ليش نحن يعني سريعين في هذا الموضوع، بينما يعني الدول المحتاجة إلى الوقود الأحفوري يحتاج إن هي تصرف تقريبا 9 مليارات أو تريليونات عفوا من الدولارات خلال الفترة القادمة للحاق بالدول المتقدمة، وهذا يعني غير منطقي. يعني هناك فجوة في 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 الخطط، ونعتقد إنه أخذ الموضوع بالأمر الواقع وبالأمر الموجود في الوقت الحاضر اللي هو يعني التباطؤ أو البطء في مسألة النقل أو التحول إلى الطاقة النظيفة يحتاج إلى دراسة أعمق، ولا تأخذنا الأمور السياسية أو الأمور اللي لها علاقة بالتغير المناخي وغيرها من هذه الأجندات التي وضعت لنا إحنا يعني منتجين للطاقة الأحفورية يعني كسبب في 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 هذا الموضوع. يجب أن يكون تفكيرنا تفكير منطقي يأخذ في الاعتبار الدول التي ليس لها القدرة في التحول، ويضع في الاعتبار أيضا نفس الشيء عملية يعني الاستثمار في الشق العلوي بالنسبة للقطاع أو بالقطاع النفط والغاز، هذه ضروريات. أنا أتفق تماما مع وجهة نظره، وهي شبيهة تقريبا نوعا ما بوجهة نظر منظمة أوبك، طبعا بحكم أن هم يعني أساسا من الدول المنتجة للطاقة الأحفورية فالأقرب إلى الواقع، ولكن مع ذلك هناك تخوف من مسألة
وجود الطلب على النفط بالشكل التي يمكن أن يؤدي إلى يعني الدعوة في أسعار النفط في المستقبل. يعني الدعوة ما زالت يعني إلى الآن لم تقدم دلائل إن هي ممكن أن تكون لها رغبة في التوسع في الطلب على النفط. يعني الدعوة الآن توقيتها ملفت، يعني دعوة إلى خطة 2.0 قبل أسابيع قليلة من الكوب 29 في أذربيجان في باكو. هل الأرضية ممهدة لبدء حوار جديد حول خطة أكثر واقعية تأخذ بالاعتبار حجم الاستهلاك الهائل للفحم مثلا، الحاجة لفيزنج أوت الفحم في البداية، أو الحاجة إلى التوازن نوعا ما في الاستثمار لئلا يحدث نقص في الإمدادات يعني في حال نقص الاستثمار؟ هل ترى أنه الـ OECD أو الدول المستهلكة مستعدة لحوار جديد؟ أعتقد ذلك، يعني أنا أعتقد من يعني هي الدول هذه مستعدة من قبل ذلك. يعني إحنا شاهدنا في وقت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا لجأت بعض الدول خصوصا ألمانيا إلى الوقود الأحفوري مرة ثانية. نعم. عادت إلى الفحم الخاص. نعم، ولذلك يعني انه يعني المنطق يقول انه احنا لسه ما عندنا القدره على التحول بالسرعه التي كانت موجوده سابقا، ويجب ان ياخذ الموضوع في عين الاعتبار الدول التي يعني لا ما زالت تستخدم الطريقه التقليديه الطريقه القديمه في يعني انتاج الطاقه الخاصه بها في المنازل. وهذه نعم. كل الامور اعتقد انه سوف تؤخذ في الاعتبار في الاوبك قصدي في الكوب 29 وال31 في المستقبل. نعم. ولكن هي كلها انا اعتقد انه هذه الامور كلها بحاجه الى التعقل في مساله التحول، وليس تؤخذ الامور باجبار الدول على كل وباستثمارات كبيره وبالبتروليونيات، ونحن لا يعني لا غير مستعدين لهذا التحول في الوقت الحاضر.